تمتع بتغطيتنا المباشرة لكل هذه البطولات طوال شهر رمضان فقط على أبو ظبي الرياضية. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قناة أبو ظبي الرياضية، أسعد الله مساءكم بكل خير أينما كنتم وأينما تواجدتم في أرجاء الوطن العربي الحبيب والكبير في سهرة رمضانية منتظرة. أصفاقسي التونسي في مواجهة الجيش السوري في ختام مباريات الجولة الأولى من بطولة بنياس الدولية الودية بنسختها الثانية وبمشاركة أربعة أندية. الهلال السوداني كان قد توج بالنسخة الأولى، جاء الفوز على الأزرق السماوي في المباراة النهائية، في حين النسخة الثانية التي تقام في هذه الأيام المباركة تختلف عن النسخة الأولى، حيث تقام بنظام الدوري من دور واحد ويتحدد البطل وفقا لعدد النقاط التي جمعها كل فريق. بنياس سجل حضور ممتاز بالأمس في مباراته الأولى وحقق ثلاث نقاط بعد الفوز على النصر السعودي بهدفين لهدف، ثلاث نقاط تصل بالأزرق السماوي لصدارة هذه البطولة الودية الدولية. بانتظار المباراة المهمة بين أصفاقسي التونسي والجيش السوري والتي يبحث فيها الفريقان بالخروج بنتيجة إيجابية والاستفادة من المشاركة في هذه البطولة، لا سيما وأنها تجمع مدارس كروية مختلفة كما هو الحال في النسخة الأولى التي شارك فيها الوحدات والمحرق البحريني والهلال السوداني، بالإضافة لمنظم البطولة بنياس تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الذي افتتح بالمناسبة هذا الملعب في النسخة الأولى وتحديدا في مباراة بنياس والوحدات. ملعب هو واحد من أجمل الملاعب الإماراتية، ملعب النار كما يحلو للأنصار، يوفنتوس العرب في هذه اللحظات واضح أمامنا في مواجهة الزعيم السوري في المواجهة الرابعة على مر تاريخ مواجهات الفريقين. تفوق أصفاقسي في مبارتين والجيش تفوق في مباراة والتعادل كان حاضرا في مباراة. لحظات على بداية شوط المباراة الأول بصافرة الحكم عبد الله العاجل، هنا أمامنا فريق أصفاقسي على يمين السادة المشاهدين والجيش السوري على يسار السادة المشاهدين. فتحي الدرقاع المدرب الفريق التونسي أصفاقسي بصفة مؤقتة في انتظار التعاقد مع مدرب جديد. الموسم الماضي كان الرجل الفرنسي بيير لو شانتر الذي أقيل في ديسمبر الماضي وجاء بدلا عنه نبيل الكوكي الذي تولى المهمة بعد ذلك، ولكن في إدارة أصفاقسي عينت السيد فتحي الدرقاق على رأس الإدارة الفنية لفريق أصفاقسي الذي يبدأ مباراة اليوم بحراسة المرمى سليم أرباعي، بقية الأسماء أمين عباس، زياد بوشيبة، علي معلول، غازي شلوف، محمد علي منصر، حمد رويد، سوما نابي اللاعب الإفريقي لاعب الغيني، كذلك إبراهيم خليل واللعب فرجاني ساسي وماهر الحداد. هذه تشكيلة أصفاقسي. وماذا عن تشكيلة فريق الجيش السوري بقيادة المدرب السوري أيمن الحكيم؟ يبدأ مباراة اليوم بطه موسى، أحمد الصالح، جياد البعور، معتز كيلوني، محمد عفر الرفاعي، ياسر عكرم، ماجد الحاج، عز الدين عوض، عبد الله حبار، إياد الحلو، محمد زبيدة. كل الفريقان يفتقدان لأسماء لتواجدهم مع المنتخب، فإن كان أصفاقسي الذي يغيب عنه فاتح الغربي وكذلك الهمامي وبن صالح والبرقاوي المتواجدين رفقة منتخب تونس استعدادا لملاقاة الأردن في مباراة ودية بعد ثلاث أيام. سامي طرابلسي مدرب النسور القرطاج وجه الدعوة لـ 17 لاعب محلي استعدادا لمباراة مالاوي المصيرية على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الحادية عشر في تصفيات كأس العالم. على الجانب الآخر كذلك الجيش يغيب عنه أكثر من لاعب مهم، فراس إسماعيل، كذلك نديم صباغ لتواجدهم مع المنتخب السوري الذي يستعد لتصفيات كأس العالم وكان قد خاض مباراة ودية انتهت بالتعادل في العاصمة الكازاخستانية أستانا. كرة وصلت في الخلف لمصلحة أصفاقسي التونسي في بداية هجوم، طبعا كلا الفريقان يستعدان للموسم القادم من خلال هذه البطولة الودية الدولية. كرة وصلت في وسط الملعب، محمد علي منصر في الجهة اليمنى مقطوعة، وصلت مرة أخرى لمصلحة أصفاقسي الفريق الذي عانى كثيرا الموسم الماضي
بعد أن احتل ثالث بطولة الدوري التونسي، فشل في المنافسة على لقب الدوري للموسم الخامس على التوالي، لذلك هو تواجد في المركز الثالث وسيشارك في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي هذا الموسم بعد أن غاب عنها الموسم الماضي. خرج من دور 16 في كأس تونس وخسر نهائي كأس الاتحاد الأفريقي بال2010 أمام الفتح الرباطي المغربي. الموسم الماضي كان ترجيا بامتياز في تونس بعد تحقيقه للثنائية ليثبت الترجي بأنه زعيم الأندية التونسية ب23 لقب على مستوى الدوري بفارق 16 لقب عن إصفاقسي و15 لقب عن النجم و13 لقب عن الإفريقي التونسي. كرة تحولت هنا أمامنا واضحة إلى خطأ وضربة حرة مباشرة لمصلحة فريق إصفاقسي. كرة تلعب للأمام ولكنها ذهبت وتحولت إلى ضربة ركنية هي الأولى في شوط المباراة الأول لمصلحة إصفاقسي. كرة تحولت من محمد الرفاعي بهذا الشكل إلى ضربة ركنية هي الأولى في شوط المباراة الأول لمصلحة إصفاقسي التونسي. كرة تلعب على مستوى القائم الثاني ولكن تبعد من المدافع جهاد البعور، 24 سنة، أحد الأسماء التي اختارها تيتي في كأس آسيا الأخيرة مع فراس إسماعيل. انطلاقة لفريق الجيش السوري ولكن تبعد بشكل ممتاز من اللاعب علي معلول، وهنا سقوط على أرضية الملعب لأحد اللاعبين فريق إصفاقسي. سلامات، نتمنى كل السلامة على لكل اللاعبين داخل أرضية الملعب. هنا لحظة سقوط علي معلول على أرضية الملعب بعد تدخل ممتاز على اللاعب الجيش السوري عبد الله حبار بهذا الشكل. أصيب اللاعب علي معلول وسلامات للاعب علي معلول على أن يعود لاستكمال هذه المباراة، وهو واحد من اللاعبين المميزين في تشكيلة المدرب فتحي الدرقاع. طبعا نادي إصفاقسي كان قريب في 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 تلك الفترة التي أقيل منها نبيل الكوكي من التعاقد مع فوزي البنزرتي، ولكن المفاوضات وصلت لطريق مسدود بسبب الشروط المالية، لذلك فوزي البنزرتي تولى تدريب منتخب تونس خلف مارشال، ولكن استقال بعد فترة شهرين أيضا بسبب مشكلات مالية مع الاتحاد. وما زالت إدارة إصفاقسي تبحث عن مدرب في هذه الأيام. تقارير ربطت دراغان بإصفاقسي اللي كان له تجربة مع حمام الأنف على اطلاع على كرة القدم التونسية، ولكن اليوم تحديدا توقفت الاتصالات مع المدرب دراغان لأن هناك نادي تونسي كبير ينوي التعاقد مع دراغان ومبلغ محترم، مبلغ أكيد يسير له اللعاب بالنسبة للمدرب دراغان. ولكن هناك أسماء ألمانية، أسماء فرنسية على طاولة اتحاد، على طاولة إدارة إصفاقسي للتعاقد مع مدرب يليق بسمعة وتاريخ وعراقة يوفنتوس العرب. كرة تحولت في الجهة اليسرى لمصلحة فريق الجيش السوري. طبعا هذه البطولة ذكرت بأن النسخة الأولى شاركت فيها أربع فرق: بنياس، الوحدات الأردني، محرج البحريني، الهلال السوداني. بنياس انتصر على الوحدات 2-1 والهلال السوداني تفوق على المحرج 2-0، وفي المباراة النهائية تفوق الهلال السوداني بركلات الترجيح على بنياس بعد التعادل 2-2 في مباراة حضرها 9000 متفرج للشعبية التي يحظى فيها طرف المباراة النهائية. إصفاقسي يشارك بديلا للهلال السوداني الذي اعتذر عن المشاركة لأنه وصل لأدوار مهمة في بطولة الدوري أبطال إفريقيا. كرة وصلت في وسط الملعب لمصلحة فريق الجيش السوري في الجهة اليمنى، يحاول فيها اللاعب معتز كيلوني ولكن الكرة ذهبت وتحولت إلى خطأ. هذا عبد الله حبار لاعب رقم 19 في تشكيلة المدرب أيمن الحكيم. انطلاقة للزعيم السوري. الجيش بطل الدوري في الموسم الأخير للمرة 11 في تاريخه مع المدرب أيوب أديشو بعد أن ألغيت بطولة الموسم الماضي وحجب اللقب
بعد أن تأجلت بطولة الدوري السوري لأكثر من مرة حتى تم الإعلان رسميا عن صعوبة استئناف الدوري السوري لظروف الأندية المالية والإدارية وللوضع الراهن في بعض المحافظات السورية. على ذلك قرر الاتحاد السوري الاكتفاء بإقامة الدورة الثلاثية للأربع مراكز الأولى لاختيار فريقين للمشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي والبطولة العربية، ولكن بنفس اليوم انسحب نادي الاتحاد والكرامة من الدوري المصغر. إدارة الاتحاد بررت الانسحاب بحجز مقعد لكأس الاتحاد الآسيوي بعد الفوز في كأس سوريا، في حين بررت إدارة الكرامة الانسحاب لعدم الجاهزية. طبعا حينما حقق فريق الجيش بطولة الدوري السوري في عام 2010 جاءت بعد غياب 6 سنوات، هي الفترة التي توج فيها بلقب النسخة الأولى من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، في فترة لا شك بأنها من الفترات الذهبية للزعيم السوري بحضرة أسماء كوائل زين وزياد شعبو رغدان شحادة رجا رافع محمود آمنة. طبعا شارك بعد ذلك في دوري أبطال آسيا 2005 وخرج من دور المجموعات. هنا هدف أول يسجل لمصلحة صفاقسي عن طريق اللاعب رقم 15 إبراهيم خليل. إذا هدف أول يسجل للصفاقسي في خطأ دفاعي واضح من جانب مدافعي فريق الجيش السوري. إذا إبراهيم خليل سيل اللاعب الغيني اللي تعاقد معه قبل أيام فريق صفاقسي. في هفوة دفاعية سورية واضحة اللاعب سيل يسجل في مرمى الحارس طه موسى أول أهداف المباراة. كرة ذكية كانت من اللاعب سيلا بكل سهولة وضعها في شباك مرمى الحارس طه موسى ليسجل أول أهداف المباراة ويتقدم صفاقسي بنتيجة المباراة. ربما التقدم كان متوقع لفريق صفاقسي. هذا هو سيلا الذي يسجل أول أهدافه بقميص صفاقسي، اللاعب القادم من نادي مولودية سعيد الجزائري 23 سنة. هو اللاعب إبراهيم خليل سيلا الذي سجل أول أهداف المباراة. كرة منقولة في الجهة اليمنى لمصلحة صفاقسي عند اللاعب سيلا. يبدو بأنه لاعب ممتاز سيلا، وظهور أول ممتاز ولم يتأخر كثيرا صفاقسي حتى يتقدم في نتيجة المباراة. كرة وصلت عند حارس المرمى سليم الرباعي. في الجهة اليسرى لمصلحة فريق صفاقسي التونسي علي معلول ينقل الكرة باتجاه اللاعب ساسي، مقطوعة لفريق الجيش السوري ولكن سرعان ما تعود لفريق صفاقسي، في حين هنا تسديدة ولكن بعيدة جدا عن مرمى الحارس سليم الرباعي. التسديدة تأتي من اللاعب رقم 12 ياسر عكرة. دور 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 سهل. كرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى لمصلحة صفاقسي التونسي. 3 لقاءات سابقة هي التي جمعت الفريقين مشاهدينا الكرام. في عام 2000 تقابلا مرتين في بطولة الأندية العربية أبطال الدوري. في دور المجموعات تعادلا هدف لهدف، وفي النهائي فاز صفاقسي بهدفين لهدف. في حين في عام 2001 تقابلا في بطولة النخبة العربية للأندية التي نظمها نادي الجيش السوري بال 2001 وفاز الجيش بهدفين مقابل هدف. كرة تحولت إلى رمية جانبية. هذا هو المدرب فتحي الدرقاع. كرة تبعد بشكل ممتاز وصلت لمصلحة فريق الجيش، يبحث عن تعديل النتيجة وبالفعل يسجل هدف التعادل في هذه اللحظات. في هدف جميل في هذه اللحظات، بالفعل الجيش السوري يعدل نتيجة المباراة عن طريق اللاعب اللي واضح أمامنا معتز كيلوني. معتز كيلوني هو من يسجل هدف التعادل للجيش السوري بكرة صعبة كانت بالفعل على حارس المرمى سليم الرباعي بهذا الشكل. شوف سندها ونظره وبعد ذلك في زاوية صعبة على حارس المرمى سليم الرباعي اللي كان متقدم
وبهذه الصورة يتقدم أو يتعادل فريق الجيش عن طريق اللاعب معتز كيلون، 26 سنة، ثاني موسم مع فريق الجيش. قبل موسمين خاض تجربة احترافية مع الجزيرة الأردني، ثم عاد بعد ذلك لسوريا يلعب مع نادي الاتحاد، إلى أن انتقل لنادي الجيش السوري قبل موسم. بدايته كانت لنادي تشرين. اللاعب معتز كيلوني صاحب هدف التعادل في هذه المباراة. كرة عدت في وسط الملعب، يبدو أننا مدعوون لمشاهدة مباراة مثيرة، بما أنه في الربع ساعة الأولى سجل في هدفين. تقدم صفاقسي عن طريق اللاعب إبراهيم خليل سيلا، وتعادل معتز كيلوني، في حين هنا انطلاقة لمصلحة الجيش السوري، محاولة المرور، كرة داخل منطقة جزاء صفاقسي، والتسديدة جاءت من اللاعب محمد عفرفاعي، لم تشكل أي خطورة على مرمى الحارس سليم رباعي، ذهبت وتحولت إلى ضربة مرمى. كرة ذهبت وتحولت إلى ضربة مرمى لمصلحة صفاقسي التونسي. الموسم الماضي فريق الجيش وصل لنصف نهائي كأس سوريا وخسر من نادي الوثبة. الوثبة بعد ذلك خسر المباراة النهائية أمام الاتحاد. ذكرت بأنه الاتحاد هو صاحب واحد من الأندية الكبيرة في سوريا، إلى جانب الكرامة وكذلك إلى جانب الجيش السوري. كرة مقطوعة من علي معلول، وصلت في وسط الملعب غازي شلوف، ينقل كل للأمام عند اللعب سومة. أعادت الكرة مرة أخرى لمصلحة فريق صفاقسي عند اللعب ماهر حداد، لاعب الشاب ماهر حداد في محاولة المرور، ولكن هنا تركيز عالي من جانب دفاعات نادي الجيش. ذهبت وتحولت الكرة إلى ضربة ركنية، هي الثانية لصفاقسي في شوط المباراة الأول. هذا المدافع الشاب جهاد الباعور اختاروا تيتي في كاس اسيا الاخيره مع فراس اسماعيل ونديم صباغ واحمد الصالح وبرهان صهيوني، اللاعب الممتاز الذي كذلك انضم للمنتخب السوري في الفتره الماضيه، وهو انتقل لنادي دهوك العراقي، وبذلك يفتقد الجيش لواحد من ابرز الاسماء التي ستغيب عنها في الموسم القادم. هنا تسديده، ولكن سال في يد حارس المرمى طه موسى. حارس المرمى طه موسى سيطر على الكرة بشكل ممتاز. طه موسى كرة تعود الخلف لمصلحة فريق الجيش السوري. أحمد الصالح لاعب المنتخب الأولمبي، جهاد البعور، أحمد الصالح في الجهة اليمنى، خطأ دفاعي واضح، كرة تعود لصفاقسي في حالة هجوم، والكرة ممكن فيها تسديدة وتشكل خطورة، ولكن هنا سهل في يد حارس المرمى الحارس السوري طه موسى. كان يحاول فيها اللاعب اللي واضح أمامنا سوما نابي، اللاعب الغيني صاحب الهدف الأول إبراهيم خليل سيلا، هو غيني، وكذلك اللاعب سوما نابي أيضا من غينيا. هنا سقوط على أرضية الملعب للاعب إياد الحلو، سلامات لإياد وسلامات لكل اللاعبين داخل أرضية الملعب. هنا تسديدة اللاعب سوما نابي في المكان الذي يتواجد فيه حارس المرمى الحارس طه موسى، حارس مرمى فريق الجيش السوري. طبعا مدارس مختلفة هي التي تشارك في النسخة الثانية من بطولة بنياس الودية الدولية. بنياس وصيف بطولة الدوري الإماراتي، الجيش السوري ثالث بطولة الدوري، النصر السعودي، وكذلك صفاقسي التونسي. هنا بعد الحضور واضح أمامنا في ملعب بنياس الذي يقع في الشامخة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أجواء رمضانية وسهرة رمضانية
عبر قناة أبو ظبي الرياضية التي تنقل فعاليات هذه البطولة الودية الدولية للسنة الثانية على التوالي. كرة ذهبت وتحولت إلى ضربة مرمى لمصلحة فريق صفاقسي التونسي. الفريق اللي في رصيده 7 بطولات على مستوى الدوري، عام 69 أول لقب يدخل للخزائن صفاقسي في بطولة الدوري، 71 حقق الثنائية، 78 لقب ثالث في الدوري، سنة 81 رابع لقب في الدوري، سنة 83 سادس لقب في الدوري أو خامس لقب، في حين بال 95 سابع لقب في الدوري، في نفس السنة حقق الثنائية، 98 توج بكأس الاتحاد الافريقي، 2004 بدوري ابطال افريقيا، 2005 سابع لقب دوري. كرة سالة عند حارس المرمى سليم رباعي. 2006 خسر نهائي كأس دوري ابطال افريقيا، 2007 2008 كان بطل كأس الاتحاد الافريقي او 2008 عفوا للمرة الثانية في تاريخه، 2009 حقق بطولة كأس شمال افريقيا ابطال الكأس، وبال 2010 خسر نهائي كأس الاتحاد الافريقي. تاريخ كبير لصفاقسي التونسي على المستوى المحلي وعلى المستوى القاري. كرة بشكل ممتاز تبعد من المدافع احمد الصالح في مبدأ السلام الى الجانبية لفريق صفاقسي. كرة تبعد من احمد الصالح وصلت عند اللاعب محمد علي منصر في وسط الملعب عند اللاعب فرجاني ساسي. كرة الى منصر مرة اخرى يلعب كرة في الجهة اليمنى، تحولت عند اللاعب زياد بوشيب ولكن هناك خطأ على اللاعب سوما نابي، خطأ على اللاعب الغاني سوما نابي، وقرار سليم يأتي من حكم مباراة عبد الله العاجل. سلامات للاعب الجيش السوري الساقط على أرضية الملعب. هذا هو أيمن الحكيم المدرب السوري الذي حل مكان العراقي ثائر جسام في فبراير الماضي، واحد من مدربين النخبة في سوريا، قاد سوريا المنتخب السوري في بطولة غرب آسيا الأخيرة في التي أقيمت في الأردن، كما كان مساعدا للمدرب الصربي أو الروماني عفوا تيتا في بطولة كأس آسيا الأخيرة. كرة ذهبت وتحولت إلى خطأ وضربة حرة مباشرة لمصلحة فريق الجيش السوري. الفريق اللي شارك مرة وحيدة في بطولة دوري أبطال آسيا كان ذلك بال 2005 وخرج من دور المجموعات، في حين 3 مرات هي التي شارك فيها في كأس الاتحاد الآسيوي. المرة الأولى حقق فيها اللقب بال 2004 وشارك للمرة الثانية والثالثة على التوالي بال 2010 والموسم الماضي 2011 وخرج من دور المجموعات. كرة باتجاه إبراهيم وصلت إلى سوما نابي مضغوط عليه بشكل ممتاز، تحولت الكرة من ناصر عكرة للأمام، السرعة موجودة في الجهة اليمنى ولكن هنا تغطية سليمة جاءت في الوقت المناسب من اللاعب اللي واضح أمامنا حمدي رويد كابتن وقائد فريق صفاقسي التونسي. كرة في وسط الملعب محمد عفر فاعي، انطلاقة تونسية في حين هناك خطأ وضربة حرة مباشرة،
خطأ وضربة حرة مباشرة لمصلحة إصفاقسي التونسي. انطلاقة غازي شلوف تكلف الفريق السوري خطأ. هذا هو صاحب هدف المباراة الأول اللاعب إبراهيم خليل سيلا، في حين جاء التعادل بعد ذلك عن طريق معتز كيلوني. كرة تلعب للأمام خلف المدافعين، ولكن كرة ذهبت وتحولت بعد ذلك إلى ضربة مرمى لمصلحة الجيش السوري. كرة عند حارس المرمى طه موسى. ما زالت النتيجة الإيجابية هدف لهدف حاضرة هنا في ملعب بنياس في بطولة بنياس الودية الدولية. وإن ما حدثت هذه النتيجة فأكيد بأنها لصالح فريق بنياس على أن يبقى في صدارة هذه البطولة. كرة تحولت في الجهة اليمنى لفريق الجيش السوري. الزعيم كما يحلو لعشاق هذا الفريق الأحمر. انطلاقة إبراهيم خليل سيلا، تغيير اتجاه اللعب، ولكن هناك تركيز عالي من جانب دفاع فريق الجيش، ويلعب مباراة ند لند مع فريق إصفاقسي. طبعا لا يخفي عليكم تاريخ وإنجازات وقوة الفريق التونسي، ولكن يظهر بشكل مشرف الفريق السوري في هذه البطولة في أول مباراة، وسجل هدف لحتى الآن واحد من أجمل أهداف البطولة. حكم مباراة يعطي الأفضلية فريق إصفاقسي. انطلاقة للأمام، البحث عن هدف المباراة الثاني. وصلت إلى لعب سيلا، ممكن يسدد سيلا تسديدة، ولكن التسديدة ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. تسديدة ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. طبعا ذكرت بأنه يغيب عن فريق الجيش السوري في مباراة اليوم فراس إسماعيل، برهان صهيوني، ماهر السيد، نديم صباغ، والحارس كذلك كاوا، كلهم في تشكيلة المدرب نزار محروس. سوريا تعادلت مع كازاخستان في أستانا هدف لهدف. نديم صباغ لاعب فريق الجيش السوري هو من سجل في مرمى كازاخستان. طبعا سوريا تقع في مجموعة قوية في تصفية كأس العالم، في المرحلة الثالثة اليابان، أوزبكستان، كوريا الشمالية، مجموعة صعبة للوصول للتصفيات النهائية لا شك في ذلك، ولم يسبق لسوريا أن وصلت للدور النهائي في التصفيات إلا مرة وحيدة، حدث ذلك في تصفيات 86، ولولا خسارتها من العراق في المباراة الأخيرة 3-1 في مدينة الطائف السعودية لتواجدت سوريا في كأس العالم. وهنا كان قادر اللاعب محمد عفر فعي أو اللاعب رقم 14 ماجد الحاج على أن يذهب بفريق الجيش لهدف المباراة الثاني، ولكن الكرة مرت بجانب القائم للحارس سليم إرباعي. طبعا منتخب سوريا كان قد تواجد في بطولة كأس آسيا الأخيرة بعد الغياب في ثلاث نسخ. طبعا أبرز إنجازات كرة القدم السورية متمثلة في ذهبية دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط في 87 باللاذقية، عام 80 التواجد في النهاية الأولمبية في موسكو في لعبة كرة القدم، كذلك على مستوى الشباب كأس آسيا للشباب. حقق المنتخب السوري البطولة مرة عام 94، والتواجد أربع مرات في كأس العالم للشباب 89، 91، 95، 2005. ولا شك بأن جيل الثمانينيات هو أفضل جيل مر على تاريخ كرة القدم السورية. عبد القادر كاردغلي، نزار محروس، كيفور، مارديكيان، رضوان الشيخ حسن،
جورج خوري، هذه فترة الثمانيات اللي أتكلم عنها. سقوط على أرضية الملعب لأحد لاعبي فريق الجيش السوري، هو المدافع أحمد الصالح الظهير الأيمن في تشكيلة أيمن الحكيم. سلامات للاعب أحمد الصالح، هذا هو هدف اللاعب إبراهيم خليل سلة، بينما هنا الهدف الأجمل للاعب معتز كيلوني. كرة تعود لمصلحة فريق الجيش عند حارس المرمى طه موسى. نتيجة التعادل هي التي تسيطر على أجواء المباراة، هدف لهدف. قريبين على نصف ساعة أولى تمضي وتمر على بداية المباراة بشوطه الأول. كرة تنقل إلى اللعب سيلا في انطلاقة ممتازة وعلى طريقة هدف المباراة الأول. سيلا يعود مجددا للتسجيل في مرمى الجيش السوري ويسجل ثاني أهداف المباراة لصفاقسي التونسي. إبراهيم خليل سيلا بعد أن تلقى تمريرا ممتازة بينية خلف مدافعي الجيش من مواطن الغيني السومة، وبهذا الشكل وضع الكرة على طريقة هدف المباراة الأول. يسجل اللاعب سيلا ثاني أهداف صفاقسي في هذه المباراة، ليتقدم صفاقسي على الجيش السوري بهدفين لهدف. لاحظ الهفوات الدفاعية، يعني هدف المباراة الأول بهذا الشكل وهدف المباراة الثاني يسجل بهذه الطريقة. شوف تمريرة سومة، تمريرة بينية ممتازة وذكية، وسيلا لم يجد صعوبة في وضع الكرة في شباك مرمى الحارس طه موسى. هنا تزيد تلعب كيلوني، ولكن وصلت سيلا في يد حارس المرمى سليم رباعي. رجال ناخذ الكره ونستحفظ ونلعب تو، يعني ما عمد عليه ناخذها ونلعب تو الكره غازي نظر ثم وكارد بالون. هذا هو نجم المباراه حتى الان اللي سجل هدفين. كره وصلت دور، خليه يتعب هو، دور دور ديما ديسكونيبل، ما نقلقش يمين ما نقلقش. في بدايه هجوم للصفاقسي، سهل وما نقلقش، سهل وما نقلقش. يا جوي حمد رويد، كره تعود للخلف عند الفريق التونسي، ترسل باتجاه سومة. محمد زبيدي لاعب المنتخب الاولمبي يتحصل على خطأ وضربة حرة مباشرة. هذا هو اللاعب محمد زبيدي، يلعب كرة طويلة للأمام. ما ضيعش علي معلول، كرة وصلت لمصلحة صفاقسي في وسط ملعب المباراة. تغيير اتجاه اللعب في الجهة اليمنى عند اللعب زياد بوشيبة، منقولة باتجاه اللعب سومة باتجاه إبراهيم خليل سيلا. يظهر إمكانياته من المباراة الأولى، هذه هي المباراة الأولى لعب إبراهيم خليل سيلا القادم من مولودية السعيد الجزائري. طبعا لتعويض رحيل أورك ليستعد فريق الصفاقسي لبيعه لنادي الزمالك. سي اس اس امام موسم صعب، فتحي الدرقاع في توجيهات حاضره. كره تحولت للامام باتجاه اللعب
سومة، ولكن تغطية ممتازة من المدافع جهاد البعور تحولت إلى رمية تماس. كرة منقولة بشكل ممتاز وفرصة هدف ثالث قد تسجل في هذه اللحظات، وهدف ثالث، هدف ثالث وهاتريك للاعب الغيني اللاعب ابراهيم خليل سيلا، 3-1 بالفعل. اصفاقسي يسجل حضور ممتاز في شوط المباراة الاول، واللاعب ابراهيم خليل سيلا هذا هو ثالث هدف للاعب الغيني في هذه المباراة. لاحظ اللاعب سيلا تواجد ممتاز، وكرة بهذه الصورة يضعها في مرمى الحارس طه موسى، وهدف المباراة الثالث لمصلحة فريق الصفاقسي التونسي. الهدف الثالث لنادي الصفاقسي التونسي أخرج وجاهز خليل إبراهيم خليل. هذه لقطة تعيد هدف المباراة الثالث لإصفاقسي التونسي. كم اللاعب هذا اللي جاب كرة تعود في وسط الملعب. مصاب مصاب مصاب. محمد الزبيدي. كرة تحولت وذهبت إلى رمية جانبية لمصلحة فريق الجيش السوري. حديد مير مير مير. زيد زيد. صفوت. يا جوي وفيت يا جوي استحفظ بليسامبل بليسامبل داليا يوم بلاس مير مير مير. زيد 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 برسك وميليو. انطلاقة تونسية. محمد الزبيدي محاولة المرور من زياد بوشيبة. استلام بشكل ممتاز من سيلا. وكان يرى جورج وي داخل أرضية الملعب. سيلا بنفس المواصفات، بنفس البنية الجسمانية، بنفس الحاسة التهديفية. إبراهيم خليل سيلا قد يتفائل كثيرا أنصار صفاقسي التونسي بهذا المهاجم في بداية الموسم القادم. معلول خارج مصاب بكل روح رياضية. الكرة تخرج إلى خارج أرضية الملعب. جهاد البعور يعاني من إصابة. سلامات مير مير هنا بعد الحضور لهذه المباراة، حضور قليل بالمناسبة. والرطوبة ممكن لها عامل مهم ومؤثر في عدم تقديم الفريقان لحتى الآن عرض ومباراة مثيرة. كرة تحولت إلى رمية تماس لمصلحة فريق الجيش السوري، وبالتالي ستعود الكرة بعد ذلك لمصلحة الصفاقسي. جهاد البعور يغادر أرضية الملعب، لا أدري إن كان سيكمل المباراة أو يأتي مثلا تبديل اضطراري
من السيد أيمن الحكيم مدرب فريق الجيش. كرة تعود للشخصي التونسي. خذ غازي نلعب يا رجال. دالي بعيد برشا، دالي على بلاصه بعيد برشا. غازي شلوف يلعب كرة عند اللاعب سوما. محمد علي دالي بوشيبا الشطر الثاني. معلول صفاقسي افضل في شوط المباراة الاول، يسير المباراة كيفما اراد، استطاع ان يسجل 3 أهداف بأخطاء دفاعية واضحة. هذا هو سيلا، حفر كرة بشكل ممتاز، تحرك بدون كرة في الجهة اليمنى، لكن كرة طالت بعيدة تحولت إلى رمية تماس لمصلحة الجيش السوري. هو حبار بيخبر لك هذا. كرة تحولت إلى رمية تماس مرة أخرى لمصلحة الجيش السوري. ربع ساعة توصلنا على نهاية شوط المباراة الأول. صفوت وصفاقسي يتقدم بـ3 مقابل هدف. غول امين غول يا جوي. اديب بركات يدخل في هذه اللحظات بديلا لجهاد البعور اللي خرج للاصابه. انطلاقه تونسيه. مرور بشكل ممتاز واصفاقسي لربما في طريقه لهدف رابع. وبهذا الشكل وبهذه الصورة وبهذه النتيجة الصفاقسي هو متصدرا للبطولة بنياس الدولية الودية، لأنه بالأمس بنياس فاز على النصر السعودي 2-0. كرة وصلت لمصلحة الجيش.